ابن الروح القدس الاله الواحد امين. سلام عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا يعني اولا كده مبدئيا يعني هاخد بس يعني نص دقيقه من وقتكم. يعني انا فرحان جدا ان انا موجود معاكم النهارده، يعني ببقى فخور لما كده باجي في كنيستي كده واعمل حاجه زي ديت يعني. فحاضر. والاول يعني بشكر ابونا مين على الفرصه الحلوه ديت. انا اسمي توني مجدي، خادم شباب في كنيسه القديسين وهنا في الكنيسه، ودارس دبلومه الثقافه المشوريه، وبعد كده اخدت سنه ازاءات وادمانات، وحاليا سنه رابعه اعداد مشير ومحاضر، وحاليا بدرس كده دراسه اسمها الدبلومه الدوليه للسلوكيات الادمانيه، حاجات الطفل والتواصل مع الطفوله والمراهقه والحاجات دي. تمام. الاول كده هنتكلم مع بعض كده شويه في حاجه صغيره. انتوا متوقعين تسمعوا ايه النهارده؟ ايه ماشي صح، ما هنتكلم كتير. ايه تاني؟ ازاي نعامل عيالنا؟ حلو. ايه تاني؟ ازاي نفهمهم؟ تمام. ها الناحيه اليمين، هو بيفكر ازاي؟ حلو قوي. تمام. لغه التواصل ازاي اتواصل مع ابني او بنتي؟ حلو قوي. اتصل ما احناش دقه قديمه، يعني احنا في نفس ليفل التواصل بيننا. حلو. حد حابب يضيف حاجه؟ تمام. كل اللي انتوا قلتوه ده كده تمام ان شاء الله. كده يعني على اخر المحاضره تكونوا نسيتوا الاسئله ديت عشان انا اقول الحاجات اللي عندي باذن الله. طيب تعالوا بقى نبدا كده ايه الموضوع واحده واحده. بصوا كده، شايفين ايه من الصوره دي؟ ان احنا في سلم عشان نوصل في سلم عشان اوصل لايه؟ لمخه او عقله، صح؟ طب هو السلم ده ممكن يطلع ايه؟ ممكن السلم ده يطلع لعقل ولادنا ايه؟ الايه؟ زي ايه؟ افكار، صح؟ برافو عليك يا تصوني. ممكن يطلع افكار. طب هي الشباك مفتوح ولا مقفول؟ مين اللي فاتحه؟ هو فاتحه. فاتحه لمين؟ اي حاجة، اي حاجة تطلع، اي فكرة، اي سلوك، اي عادة. العقل ماله؟ مفتوح للكل، عمال بيستقبل كل حاجة. عشان كده من سمات المرحلة ديت، قبل يعني ما نقول سماتها والحاجات ديت، هنقول التعريف بتاعها. مرحلة المراهقة عبارة عن ايه؟ كلمة رهقة، رهقة في اللغة العربية يعني اقترب. يعني اقترب؟ يعني اقترب من مرحلة تانية، ساب مرحلة وراح لمرحلة تانية. عشان كده بنسمي الولاد في المرحلة دي بنقول ايه؟ راجل تحت الانشاء. يعني ايه راجل تحت الانشاء؟ يعني بعد راجل، تمام؟ ساب مرحلة الطفولة وابتدينا نعده علشان يدخل المرحلة اللي بعدها. تمام؟ طيب متوقعين سن المراهقة يبدأ من كام؟ بدري قوي. برافو عليكم، انتوا مسهلين عليا حاجات كتير قوي. زمان كان يقول لك سن المراهقة يبدأ من سن كام؟ 13 14 وساعات يقول لك ثانوي. النهارده في التقسيمات الحديثة في علم النفس يقول لك ان سن المراهقة بيبدأ من 8 سنين، دي المراهقة المبكرة. عارفين ليه؟ لأن متغيرات العصر اللي حوالينا دلوقتي بقت مالها؟ بالظبط، بقت كتيرة، بقت متغيرة. زمان قوي لما كنا نسمع ان ولد في ثانوي اتجوز بنت من ثانوي كنا نحس بايه؟ في حاجة غلط، في حاجة. النهاردة بقى الموضوع عادي. من حوالي 10 سنين سمعنا ان في ولد من اعدادي اتجوز بنت من اعدادي، بقى الموضوع برضه غريب مختلف. من 3 4 سنين كده سمعنا حادثة في المنصورة. مين؟ حد في ابتدائي؟ مع عروسة من ابتدائي. يعني انا خايف اجي لكم السنة الجاية الاقي حد رضيع بيتجوز واحدة رضيعة. فمن الفكرة الزمن ماله عمال بيتطور. علشان كده المراحل عاملة ازاي؟ بصوا، مراهقة مبكرة من 8 ل 11 تبدأ المرحلة، بيسموها كده المراهقة المتعجلة. ليه؟ زمان كان آخرنا كتاب. النهاردة يوم ما دخل الموبايل والتلفزيون والحاجات ديت، هو دلوقتي مش محتاج يشغل التلفزيون، هو كلنا معانا تلفزيون في جيبنا. بدوسة زرار واحدة منه يجيب لك أي معلومة هو عاوزها. عشان كده عايز أوريكم الصورة اللي قبلها. بصوا كده، شايفين ايه من الصوره دي؟ او حسينا بايه كده اول ما شفنا الجسر ده كده؟ ده صعب وده سهوله. صعب. تجربي تمشي على الجسر ده؟ صعب، صح؟ عايز اقول لكم على حاجه، ان المراهقه عامله زي الجسر ده كده بالظبط. جسر ما بين جبلين. الجبل الاولاني جبل الطفوله، والجبل الثاني البلوغ او النضج او الشباب. وهو يا عيني ماشي على الجسر اللي الخشب بتاعه ماله؟ متكسر، متطوح. فعارفين الاحساس ده؟ عارفين احنا حسينا بيه لما شفنا الصوره؟ في احساس كده اللي هو انا خايف. هو نفس اللي بيعيشه بالظبط. انا في مرحله متوتره في حياتي.
فتلاقيه طول الوقت حته اللي هو متطوح ما بين ده. عشان كده دورنا كمربيين وكخدام نعمل ايه؟ امسك بايده عشان اعدي المرحله دي واحده واحده. هنعرف ازاي مع بعض دلوقتي، بس اللي انا عايز اوصله من الجزئيه ديت ان فعلا المراهقه بقت بتوصل او بتبدا من مراحل مبكره جدا. عندي بنوته في الخدمه في رابعه ابتدائي، ففي مره لقيتها كده في رابعه ابتدائي، ركزوا في السن، رابعه ابتدائي، فمره لقيتها كده حزينه ومتضايقه، فبقول لها يا حبيبتي مالك متضايقه كده ليه؟ قالت لي يا استاذ انا حاسه ان انا فشلت في كل حاجه في حياتي. فشلت في كل حاجه في حياتي. فبقول لها انت فشلت في ايه يعني؟ فشلت تشغلي الميكرويف؟ فشلت تشغلي الثلاجه؟ قالت لي لا، بصوا الكلمه الصعبه، انا فقدت شغفي. فقدت شغفي. عايز اقول لها يا بنتي انا ما عرفتش معنى كلمه شغف غير بعد ما عديت 30. بص يعني كلمه كبيره قوي. فبصوا في سن رابعه بقى بيجيبوا مصطلحات عامله ازاي، مصطلحات كبيره. حتى لو حد فينا دلوقتي خادم بيخدم السن ده، لما بنيجي نشرح لهم الدرس احنا بنلاقي المعلومه بتاعتهم اكبر وسبقانا. يعني من قبل ما اقول المعلومه هو عارف المعلومه اللي هتطلع عامله ازاي. لما بروح ساعات كده ادي توعيه جنسيه للسن ده، بلاقي الخدام بيقولوا لي احنا مش عارفين نتكلم معاهم في ايه. هنتكلم معاهم في ايه؟ هم عارفين كل حاجه، بس الفكره انه عرفوا كل حاجه بطريقه غلط، وهنتكلم في الحته دي برضو قدام. تمام. طيب هناخد بقى السمات بتاعه المرحله دي واحده واحده. السمات الجسديه بتبقى عامله ازاي؟ عارفين زمان يعني الرجاله هيفهموا اللي انا بقوله ده. عارفين زمان لما كنا كده نقف قدام المرايه وفاكرين البلحه، كنا في بلحه كده كانت لازم تطلع في عضلاتنا كده، ويبقى عندنا اهتمام قوي بجسمنا وبمنظرنا، ونبقى عايزين كده يطلع لنا كده حته اللحواسه اللي بتطلع هنا في الاول ديت، وتلاقي طول الوقت عاوز يقلد مين؟ يقلد الناس اللي حواليه، يقلد بقى مثلا فنانين، ناس مشاهير، ويسيبوا حته شويه شعر كده هنا. فكره التقليد عنده عاليه قوي. ده بالنسبه للولد. البنت بتعمل ايه بالظبط؟ اهتمام برضو بجسمها، اهتمام بشكلها، كل شويه عماله ايه بتغير في موضه، بتغير في شكل. ليه؟ في ثوره بتحصل في المخ، تدفق كده في الهرمونات، كل شويه حاجات مش ثابته عنده. فتلاقي كل شويه عنده ايه حته اهتمامات مختلفه، حته انه عاوز يعمل يعني حاجات جديده، وتبدا علاقته بالجنس الاخر تختلف. ازاي؟ هقول لكم على حاجه. لما بروح ادي مثلا كلمه في اجتماع ثانوي، بسال الخدام هو الاجتماع ده لاولاد ولا اولاد وبنات؟ فيقولوا لي لاولاد. فببقى عارف ان هو طالما الاولاد بس 10 بس اللي هيحضروا. لما اولاد وبنات عارفين بيحضروا قد ايه؟ 500. صح 500. هم مش 500 علشاني، مش بيحضروا علشان هم، ليه؟ عشان في بنات. صح، الولاد وبنات، بنات واولاد. فعنده حته الرغبه انه يبان، انه يظهر للناس اللي حواليه، فبتبقى عاليه قوي عنده في السن ده. تمام. السيدات الامهات اللي بيغسلوا في الغسالات الاوتوماتيك، بعد ما بنغسل الغسله يعني انتوا يعني ما بتغسلوا الغسله الاخيره، بتيجي كده الدوره بتاعه الميه لما بتطرد الايه الطرد المركزي، الثلاجه بتعمل ايه ساعتها؟ ممكن ترج الايه، بتبقى بتترج جامد. هو في الصراع ده، هو جواه رجرجه، صراع ما بين حاجات كتيره، ما بين قيم، ما بين ان اروح لاصحابي، ما بين ان انا اعمل الصح او اعمل حاجات غلط، ما بين حاجه تانيه ان انا استقل عن بابا واروح افتح انا بيت مع نفسي، رغم ان مثلا مصروفي ما يفتحليش، لا مش ما يفتحليش بيت، ده ما يفتحليش علبه كنز. فاهمين؟ فالفكره عنده صراعات بينه وبين نفسه. عشان كده الموضوع ده بيفرق معاه جدا. المخ نفسه لما بنيجي نتكلم عن حاجه اسمها اضطرابات الشخصيه، الهستيريه، النرجسيه، الحاجات ديت، يقول لك دايما لما تيجي تصنف اي اضطراب بعد سن ال 18. ليه بعد سن ال 18؟ يكون استقر نفسيا، يكون استقر نفسيا. قبل 18 سنه هو نفسه مضغوط نفسيا في سن المراهقه، فما ينفعش اجي في السن ده اقول ده عنده اضطراب. لا، بنستنى خالص المرحله دي تعدي بكل حاجه فيها، وابدا بعد سن ال 18 اعمل ايه؟ ابدا بقى ايه؟ اتكلم وابدا قيم وشوف اضطرابات ولا لا. علشان كده المخ نفسه في حاجه اسمها الفص الجبهي. الفص الجبهي ده مسؤول عن ايه؟ العقل، الحكمه، المنطق. في بدايه سنينه ديت بيبقى الفص ده ماله؟ لسه ما اكتملش نموه. فتلاقيه طول الوقت في تصرفات مش طبيعيه، في تصرفات مش عقلانيه. فانا اقول الواد، هو الواد قاعد لوحده ليه؟ هو بياكل كتير ليه؟ واقعد اسم بدنه بالكلام ده. هو مش بياكل كتير، هي مرحله نمو في جسمه بتكبر. هو مرحله تغيرات في كميه مخه بتتغير. علشان كده عايز اقول لكم على حاجه. ولادنا لو هنتكلم مثلا على سن ال 18 سنه، يعني مواليد سنه كام؟ 2005. مواليد سنه 2005 وهم عندهم 6 سنين قامت ثوره وقعدوا في البيت، وهم عندهم كام سنه؟ وعندهم 6 سنين.
في 2011، بعدها بسنتين قامت ثورة تانية وقعدوا في البيت، صح؟ بعدها بسبع سنين قعدوا في البيت علشان كورونا. ايه المشكلة ما يقعدوا في البيت؟ ده اتاري ان القعاد في البيت كارثة، كارثة وصدمة. بصوا في السن ده اتعرض لكم صدمة في حياته؟ تقريبا ما لا يقل عن ثلاث صدمات. ثلاث صدمات هو لسه ما كملش 18 سنة. دي الصدمات غير الحاجات اللي احنا بنقول التغيرات اللي في جسمه، غير الكيمياء بتاعت مخه اللي بتتغير. بصوا المرحلة دي صعبة ازاي؟ علشان كده دورنا النهارده بنعمل ايه؟ فهم. ازاي افهم التغيرات اللي بتحصل عندك؟ وكل ما فهمتك اكتر كل ما اللي هيحصل هقدر اوصل لدماغك، تمام؟ طيب دي كده ايه السمات الجسديه. طيب لو حبيت اخد السمات النفسيه، السمات النفسيه حد يعرف اللعبه ديت اسمها ايه؟ ايوه صح، اليو. بتعمل ايه اليو ديت؟ بصوا رايحه جايه، صح. انا بنزلها واطلعها، بنزلها واطلعها، ما فيهاش استقرار. طيب هي ايه علاقتها بالسن ده؟ تذبذب في الافكار. وايه تاني؟ مش مستقر نفسيا، صح. عنده حته التذبذب عاليه قوي، مش بيعرف يستقر في اي حاجه. الصبح يا بابا انا عايز اترهبن، بالليل يا بابا هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ بصوا الاختلاف عامل ازاي. الصبح عايز ادخل كليه الطب، تمام، بالليل المذاكره وسنينها والعيشه واللي عايشينها وكل حاجه. بصوا الفرق. احدى المشاركات كان حد بيحكي لنا، يعني ام بتحكي عن بنتها، هي مش مسيحيه، فالمهم بتقول عن بنتها ايه، بنتها يوم السبت تلبس الحجاب، يوم الحد تلبس النقاب، يوم الاثنين تلاقيها في الساحل وعامله شعرها كيرلي والحاجات دي. بصوا الاختلاف عامل ازاي. فمفيش حته الاستقرار. عشان كده عايز اقول لكم على معلومه مهمه. السن ده اللي بيطلع منه الفكر الالحادي والفكر الارهابي. ليه؟ حد يعرف ليه؟ حد بيستغل عدم، برافو عليك، صح. بستغل حته التذبذب اللي عندك دي علشان اعمل ايه؟ اصطادك وابني عليها. بالظبط، وابني عليها الافكار اللي عندك. علشان كده مهم قوي اكون واخد بالي ان المرحله ديت ما ينفعش يتاخد فيها قرارات مصيريه. يعني ايه؟ يعني ما اخدش فيها قرارات مصيريه. هو يعني ممكن، صح، بديله فرصه ان اختار، بس انا مونيتور عليه، براقب. هضرب لكم مثلا. عارفين التفاحه الخضراء؟ الجزء ده هتكلم فيه في حته المشاعر، بالذات مشاعره في الفتره دي. التفاحه الخضراء بيبقى طعمها عامل ازاي؟ لا لسه ما استوى، مززة. التفاحة الحمراء حلوة. مشاعرك عاملة زي التفاحة الخضراء بالظبط في السن ده، لسه ما استوتش. لما بتصبر على التفاحة الخضراء لحد ما تستوي، ايه اللي بيحصلها؟ بيبقى طعمها حلو. لما مشاعرك مش هتكون لسه استوت، هتعمل ايه؟ مش هتمززك، هتمزز حياتك، هتمرر حياتك. عشان كده اي قرار ارتباط او اي مشاعر في السن ده دوري اوجهها صح، ابقى عارف تتوجه ازاي، ما يبقاش تبقى المشاعر كده ايه منفلته طول الوقت، تمام. علشان كده النقطه اللي بعدها في السمات برضو، اتفضلي، حاجه اسمها البحث عن الذات. انا مين؟ في كده عالم نفس مشهور اسمه اريك اريكسون، قال لك كده المرحله دي بيسموها ازمه هويه. هضرب لكم مثال بسيط خالص. بصوا كده، اتفضلي. احنا اول ما بنيجي بنقف قدام ايه؟ المرايه. بقف قدام المرايه عشان اظبط نفسي واظبط جسمي والحاجات دي واظبط شكلي. في حد جاب قالب طوب وكسر بيها المرايه اللي ولادنا واقفين قدامها، فبقى طول الوقت شايف نفسه ازاي؟ مشوه، مكسر. مين اللي جاب قالب طوب وكسر بيه المرايه بتاعته؟ احنا، صح. ساعات احنا اللي بنعمل ده. عارفين بنعمل ده ازاي؟ بالكلام السلبي اللي دايما بقوله له. يعني ايه؟ فاكرين زمان اما كان بيتقال لنا يا ساقط يا ساقط، يا فاشل يا فاشل، يبقى تعالى مش عارف اعمل على قبري لما اموت؟ حد كان بيتقال له الكلام ده؟ اتقال لنا، صح؟ طيب هقول لكم على حاجه. اول مره اتقال لنا فيها الكلام ده، عارفين اللي بيحصل للمخ؟ بيثبت. تاني مره بنصدقه. تالت مره برافو عليك، بنتعامل على اساسه وبيتحقق. فتلاقي الولد انا عمال اذاكر له ليل نهار، والولد حافظ الدرس كويس جدا، يدخل الامتحان ما يعرفش يحل. ليه؟ لان في كلمه فاشل عماله تتقال، فايه اللي حصل؟ صدقتها، ولما صدقتها عشت بيها وتبنتها وصدقت ان انا فاشل. بص الفكره عامله ازاي. لان القبران والنضج عند اولادنا مش بيبقى لسه حاجه كبيره.
هضرب لكم مثل برضو بسيط. ممكن ألعب مع حضرتك لعبة لعبة صغيرة ماشي؟ قولي لي أوحش صفة فيكي. ازاي تصوني رد. طيب حلو. طيب السؤال الثاني، قولي لي احلى صفه فيك. طيب هل طيب حد خد باله انه اجابه طلعت اسرع؟ حد الصفه الايه؟ ليه الصفه الوحشه طلعت اسرع؟ عشان دايما بتتقلنا، ولما بتتقلنا عارفين المخ بيعمل ايه؟ بيجيب الحاجه الوحشه يحطها فين؟ في الاول، ويجي الحاجات الحلوه اللي احنا مش متعودين نسمعها يحطها فين؟ ورا. فتصوني عملت ايه؟ قعدت تفكر في الحاجه الحلوه، هي مش بتفكر، هي عماله بترجع لورا عشان تلقط الحاجه الحلوه. مش حضرتك لوحدك، احنا كلنا لو اتعامل معانا التمرين ده هنعمل كده، هتلاقي الحاجه الوحشه مالها طلعت بسرعه. فعشان كده المخ اساسا بيحب الراحه، بيحب يستريح، ما يحبش حاجه تدوشه. انت لسه هتقول لي هنتغير واقول لك صفات حلوه، لا انا عايز ابقى افضل كده. مثل تاني، حد بيعمل دايت؟ حلو، بنعمل دايت في يوم في الاسبوع دايما بنقول هبدا دايت يوم ايه؟ السبت. صح. ليه يوم السبت؟ ليه يوم برافو عليك، السبت ما بيجيش. انت عارف انا بعمل ايه مع مخي؟ انا بديله حق بالراحه، فطول ما هو مستريح ده انت كده زي الفل، هيجي يوم السبت عارف هيعمل ايه؟ هاجل السبت اللي بعده، هاجل السبت اللي بعده. طول ما انت بتخلي مخك مستريح، طول ما ايه؟ ما كده تمام. هو المراهق مخه كده عايز يفضل مستريح، مش هتقعد بقى تقول لي حاجات حلوه وحاجات وحشه. عشان كده البنت دي، حد فاكر البنت دي؟ فاكرين الفيديو بتاعها؟ البنت دي المذيع كان عمال يقول لها ايه؟ حلوه. لا هقول لكم باللهجه بتاعته، هي طول الوقت عماله تقول انا كتير بشعه. صح، بشعه، لدرجه انه لما شال شعرها عشان جمالها يبان قعدوا لا انت كتير وطول قوي في كلمه كتير، واحنا قاعدين على اعصابنا مستنيين يقول ايه، لحد ما قال لها انت كتير حلوه. البنت ما صدقتش، قالت بينها قالت بصوت واطي بشعه. عارفين ليه؟ من كتر الرسائل اللي اتقالت لها من صغرها ان انت بشعه، فصدقت ده واقتنعت بده وعاشت على انها كده. احد المحاضرين اللي بيحاضرونا في دراسه بدرسها اسمها نجوى. نجوى عندها وحمه هنا، تمام؟ بس نجوى عملت ايه؟ نجوى من صغرها اهلها ربوها قالوا لها نوجه اللي عندها ورده في وشها. فنوجه اللي عندها ورده في وشها لما كبرت بقت عامله ازاي؟ بقت حد بيحاضر ويقف قدام الناس ويتكلم، وبقينا قاعدين مشدودين للشخصيه مش مركزين مع حاجه تانية. ليه؟ عرفت تشدنا في شخصيتها، لان اتعمل لها رسائل ايجابيه من صغرها، فلما كبرت عاشت بيها. كنت مره نزلت افتقاد لولد عندنا يعني في الخدمه، ففي عنده بنوته كده اخته صغيره في سنه خمسه ابتدائي، فبقول لها حبيبتي ممكن تجيب لي اشرب؟ قالت لي معلش يا استاذ مش عارف اجيب لك. فبقول لها ليه؟ قالت لي عشان انا غبيه. صدقوني قالت لي كده، قالت لي عشان انا غبيه، انا لو جبت لك ازازه الميه هتقع مني تتكسر. تعرفين هي قالت كده ليه؟ بالظبط، هي طول الوقت في البيت بتسمع كده، فبقت عايشه انها كده فعلا، وما بقتش تعرف تعمل حاجه بسبب كلمه غبيه اللي اتقالت لها. تمام؟ طيب احكي معاكم على حاجه شخصيه حصلت معايا وانا في اولى اعدادي في سن المراهقه يعني. انا كنت بكتب ابيات شعر وكده، يعني ابيات شعر حلوه كده في حب البلد يعني. فالمهم كنت كاتب كده بيتين شعر، رحت اديتهم لمدرس الانجليزي عندي اسمه استاذ ملاك. رحت الاستاذ ملاك فبيقول لي، شاف الشعر قال لي الله ينور يا توني الشعر جميل جدا، بس صدقني مش انا اللي هفيدك. مين اللي هيفيدك؟ مدرس العربي. خدني من ايدي ورحنا لمدرس العربي، بس بدون ذكر اسماء عشان ما ادينش حد، كان اسمه استاذ نبيل فكري خليل، تمام؟ وكان ساكن في بكوس على التراب، فانا قلت اسمه بالكامل فاللي يعرفه بقى ايه يبلغ عنه. رحت الاستاذ نبيل فكري، اول ما شاف الشعر عمل ايه؟ قطعه. انت كنت معايا؟ قطعه. صح، قطعه ايه ورماه. ايه الفكره اللي جات لي؟ احباط. مشاعري فشل. سلوكي هكتب تاني؟ وقد كان. ليه؟ لان استقبلت رساله من صغري وانا صغير ما كانش عندي النضج والكبران اللي احنا فيه دلوقتي، ان اعرف اميز ما بين كلام استاذ ملاك اللي قال لي كلمه حلوه وما بين استاذ نبيل اللي قال لي كلمه احبطتني. عشان كده الكلام السلبي في السن الصغير. الموقف ده حصل سنه 95، ولحد النهارده بحكيه ولحد النهارده فاكره. ليه؟ ثبت، انطبع. عشان كده لو احنا خدام خلي بالك من كل كلمه سلبيه بتتقال للطفل بتقال في السن ده، تمام؟ طيب حاجه تانية، بصوا زي دي كده، الولد مختوم على وشه ايه؟ ستوبيد، بيسمعها كتير فاتختمت على وشه، تمام؟ طيب
تعالوا كده اللي بعده، البحث عن المثالية. حاجة كمان بيدور عليها، عاوز كل حاجة صح. وأكتر حاجة بيركز عليها في المثالية بالذات علاقة بابا وماما. هنيجي للصحاب، علاقة بابا وماما. لو أنا جبت شاكوش وكسرت بيه العمود ده، وشاكوش تاني كسرت بيه العمود ده، إيه اللي هيحصل؟ بابا وماما في البيت عاملين زي العمود ده والعمود ده، لما بيتكسروا إيه اللي بيحصل للبيت؟ بيقع. عشان كده بنقول بيت ما فيهوش مسبح عائلي بيتحول لمسبحة عائلية. بيت ما فيهوش مسبح عائلي بيتحول لمسبحة عائلية. صورة بابا وماما لما بتتشوه قدام ولادنا إيه اللي بيحصل؟ البيت بيقع. عارفين بقى الصراعات اللي بين بابا وماما، اللي هما بيتكلموا بعض بالاطباق، عارفين انتوا الاب يتكلم مراته بالطبق وهي تكلمه بالطبق، عارفين انتوا اللغه دي، في لغات كده ما بين الاسر بتبقى كده. عشان كده السن ده بيدور على المثاليه قوي. اكتر سن يدور على قصص القديسين والعظماء هو السن ده، طول الوقت بيدور على القصص دي، بيتاثر بيها قوي. تمام. طيب الحاجه كمان البحث عن الامان. استنى، الامان بيلاقيه فين؟ صح. ايه تاني؟ ماشي، البيت امان. بس هنيجي نقول ليه البيت امان، وساعات البيت بيفقد احساسه بالامان. حلو، تمام. للاسف هقول لكم انه بيدور على الامان مع الشله، مع الشله، شله الصحاب، شله القهوه. عارفين ليه؟ عارفين ليه بيدور على الامان وسط الشله؟ لما انا طول الوقت بقعد اقول له ما تصاحبش فلان، عارفين بيعمل ايه لما بقول له كده؟ بيصاحبه أكتر وبيقرب منه أكتر. بدل ما تقوله ما تصاحبش فلان، صاحبه أنت، مش تصاحب صاحبه يعني، أنت صاحب ابنك. بدل ما تقولي لها ما تصاحبش فلانة، صاحبيها أنت. ليه؟ أنا باخد أماني من وجودي وسط الشلة. ليه؟ أنا بابا عمل جمعية عشان يجيب لي البلوفر ده، ودفع دم قلبه عشان يجيب لي البلوفر ده، خدت بعضي ورحت المدرسة. أول واحد صاحبي شفته قال لي إيه البلوفر ده يا توني؟ ده بلوفر وحش قوي، ده شبه بتاع جدك. انا هرجع البيت عامل ازاي؟ مش هلبس البلوفر ده تاني. ليه؟ لان راي صاحبي اهم من راي بابا وماما، واحيانا بيوصل اهم من راي الكنيسه. ليه؟ انا اماني وسط صحابي. عارفين ليه؟ في لغه مشتركه بينهم. اصل انا في البيت كان بيتقال لي يا غبي، في المدرسه اتقال لي يا فاشل، رحت الكنيسه اتقال لي يا خاطي. ويوم ما قعدت على القهوه جه الجرسون بيقدم لي المشاريب قال لي يا باشا. فبقى عندي انتماء لشلة القهوة، لأن أنا وجدت قيمتي الحقيقية في القهوة. فبيحصل كده حاجة في لغة المدمنين، شلة الوهم أو وهم الانتماء، شلة الضريبة. يعني إيه شلة الضريبة؟ يعني حتى لو الناس دي مؤذية هفضل معاهم. ليه هفضل معاهم؟ لأنهم ادوني قيمتي، حسسوني بكياني. عرفتوا بقى إنه ساعات بيدور على الأمان وسط الشلة. وبيوصل برضو ان في اهالي بتراعي ده وبتخليه فعلا يحس بالامان في البيت. طب هي ايه الفكره ما يقعد على القهوه؟ ما عادي، ايه المشكله؟ المشكله ان في الادمان حاجه اسمها طقس التعاطي. يعني ايه طقس التعاطي؟ يعني ممكن قاعد على القهوه ما بشربش، بس جو القعده هيخليني عندي فضول ان اجرب. عشان كده بتبقى مشكله كبيره جدا عندهم في حته الايه؟ الانتماء والحاجات ديت في الحتت دي. تمام؟ طيب البحث عن الاستقلاليه. بصوا كده، ولادنا عاملين زي الورقتين دول، الورقتين دول علاقتهم بأهلهم عاملة ازاي؟ لازقين. ولازقين ازاي؟ لازقة بغيرة. ساعات الأب أو الأم مش بيدوا فرصة لعيالهم ان هم يستقلوا. يعني ايه؟ الولد أول ما يدخل الأوضة ويقفل على نفسه، احنا بنفكر في ايه؟ حاجة غلط. حاجة غلط. ويقعد بقى خمس سنين يثبت لك انه ما كانش بيعمل حاجة، وخمس سنين زيهم ان هو كان بيصلي قاعد لوحده. المهم ان في اول فكرة بتيجي اول ما يقفل على نفسه ان في كارثة بتحصل في الأوضة. تمام؟ ليه؟ في اهالي عندهم حتة الرابطة مع عيالهم دي جامدة قوي. طب ايه المشكلة؟ مشكلتها ان هو لما بيكبر بيحصل عنده نمط في التعلق غير آمن. يعني ايه؟ انا متجوز ها ولسه لازق لبابا وماما، انا مخلف ولسه لازق لبابا وماما. عشان كده لما الولاد دي بيجوا ينفصلوا ايه اللي بيحصل؟ بصوا ايه اللي بيحصل. مش بيتقطعوا، هقول جمله اصعب، برافو عليك، بيتمزقوا. وبيتمزقوا من جوه، لان انا حاطط حياتي كلها في ايد مين؟ في ايد بابا وماما، ما بعرفش اتصرف من غيرهم. وده بيخلي عندهم حاجه كده، خضوع مبالغ فيه في حياتهم. للاسف لحد النهارده ولاد في الثانويه عامه مش بيعرفوا يشتروا اللبس لوحدهم،
لازم مع بابا وماما. الام بتبقى قاعده لابنها وهو بيذاكر، الولد يقول لها عايز اروح اكل يا ماما، تقول له خليك انت انا هجيب لك الاكل، عايز 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 اشرب يا ماما، خليك انت انا هجيب لك تشرب، عايز اعمل حمام يا ماما، دي تقول له لا روح انت دي بقى، دي بقى دي مش عارف اعمل لك فيها حاجه. فالفكره خلقنا من ولادنا شخصيات اعتماديه، برافو، شخصيات اعتماديه. طب احنا بنساعد بنفسرها وبنغنص نقول ده كده اهتمام. عايز اقول لكم على قاعده في التربيه بتقول اهتمام زائد يساوي اهمال زائد، تاني اهتمام زائد يساوي اهمال زائد، الاثنين نفس النتيجه، بيوصلوا النتيجة واحده. لازم اديله فرصه ان يستقل نفسيا، الحبل السري ده يتقطع شويه تمام عشان ياخد مساحته، يبقى له شخصيته تمام. واقول تاني هو بيستقل بس انا عيني عليه تمام. طيب بحث عن القدوه، عارفين بيلاقي القدوه فين دلوقتي؟ ممثلين، صح صح، يعني ربنا يخليه ويبارك محمد رمضان طبعا وينور بصيرته على اللي بيعمله، ويعني انا بدعيله صدقوني ان بقى مفهوم الرجوله عندنا عامل ازاي، فتوان وبلطجه. حد شاف؟ لا هو السؤال ده ما ينفعش يتسال. كلنا شفنا مسرحيه المشاغبين، صح صح. المسرحيه دي بتبقى حلوه قوي قوي لحد جزء معين. بعد الجزء ده ايه اللي بيحصل؟ بتبقى المسرحيه مالها بايخه. عارفين الجزء ده اللي هو فين؟ بقى برافو عليك، بقى كويسين. اول ما يبقوا كويسين بنقوم من قدام المسرحيه. ليه بقى صوره القدوه عندنا ان الناس دي مالها لازم اكون كده ومشاغب وبعمل الحاجات دي عشان اللي يحصل مميز واجذب انتباه الناس ليا تمام. اول ما هبقى كويس ايه اللي هيحصل؟ محدش هيبص لي. فمن هو النص اساسا اتعمل، هو ده تحليل شويه، يعني النص اتعمل بطريقه كان المفروض التركيز على شخصيه سهير البابلي، بس عمل لما لقى ان دولت هم اللي جايبين افيهات مع الناس، فبقى التركيز على الشخصيات دي، عادل امام ويونس شلبي والحاجات دي تمام. فالفكره في ايه؟ القدوه بقت كده تمام. طيب حاجه كمان في البيت، احنا بنقدم قدوه ازاي؟ هسالكم سؤال تاني، حد فينا اتعلم عربي؟ خد كورسات في العربي؟ امال اتعلمنا العربي ازاي؟ بالممارسه. ايه؟ تلقائي، صح. القدوه بنتعلمها تلقائي بالممارسه، بشوف بابا وماما فبعمل زيهم. ولادنا يعيشوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين، بشوف بابا وماما بيعمل ايه فاعمل زيه. بابا عمال بيكذب، فما تستناش ان ابنك يعني هيسبح، مش هتيجي كده يعني. المشكله ان في ابهات تعمل ايه، تيجي لاولادها يقول لهم انا موتي وسم الكذب، بكره الكذب والكذابين، واقول ما جرس التليفون يضرب يقول له بابا واحد عايزك، يقول له مش هنا، بص طب منين يا بابا انت بتكره دول، ومنين ان انت بتقول له كده. فبوصل فكره تناقض كده في القدوه عند اولادنا تمام. طيب اللي بعده، بصوا بقى هلعب معاكم لعبه، هي مش لعبه، هي صوره. شايفين ايه من الصوره دي؟ شراب مقطوع، حلو. حد حصل معاه الموقف ده قبل كده؟ قولي احكي لنا عن تجربتك مع الشراب المقطوع. ايوه صح صح. لو دخلت تتناولي ولقيت المنظر ده كده بتنيه، حلو صح. حد عنده افكار ثانيه جذابه؟ طيب انا اقول لكم، انا ساعات بيحصل معايا باجي على الشراب لما بيحصل يعني، ولا شراب مقطوع ده فكره حلوه برضو، فكره حلوه صح صح. ده بيخليه ما ينزلش، انا مش هنزل عشان يكون سبب دي حجه بيرمي عليها ان انا مش هنزل. برافو عليكي، عشان الشراب صح. قبل ما انسى اقول لكم على الفكره اللي عندي، ان ساعات بعملها من بلاش شراب، بحط رجلي الشمال اللي الشراب فيها كويس على رجلي اليمين وادخل كده ايه زي البطريق كده، عارفين اللي هو الدخله دي، علشان ايه اداري الموضوع. طيب المنظر ده يكسف ولا عادي؟ يكسف صح. طب بصوا كده الصوره اللي بعدها، بقى موضه او الكلمه المشهوره بقى ترند. ده اتاري ان في افكار زمان كنا مكسوفين منها وبتكسف، النهارده المجتمع عمل منها ترند. زي شكرا ايه تاني؟ البنطلونات المقطوعه. ايه تاني؟ ايه دي؟ فهمتك تمام. ايه تاني؟ دي برضو صح بالظبط. طيب خلينا ناخد الموضوع اكتر، الافكار ايه؟ ايه الافكار اللي كانت زمان كنا مكسوفين منها والنهارده بقت الافكار دي بقت امر واقع علينا؟ افكار المثليه اللي الناس كلها كانت مكسوفه منها وافكار بنخجل منها، النهارده بقينا ايه؟ بقت عماله تدخل في كل بيت. بالظبط وبقت ترند. افكار الالحاد اللي الناس كانت بتدرى وتقول لا ده ما ينفعش فكر يدخل عندنا، النهارده بقت الناس تقف تقول الحاد وتتكلم عن الالحاد والحاجات دي. فخلي بالكم ان في افكار عماله تدخل في اولادنا
فاكرين الصورة الأولانية الشباك ماله؟ مفتوح. شباك مفتوح، فخلي بالكم من الأفكار ديت، تمام؟ طيب بصوا بقى كده، أخطاء في تربية المراهق. إيه الأخطاء بقى اللي ممكن تعبنا في تربية المراهق؟ ودي حاجة اسمها شجرة الإدمانات. لما بنيجي ندرس الإدمان بنلاقي إن غالبية أسباب الإدمان جاية من الشجرة دي. هتلاقوا كده إيه؟ إذاء عاطفي، إذاء نفسي، إذاء جنسي، إذاء روحي، جذور. جذور فين؟ جذور تحت. تعالوا ناخدها واحدة واحدة، تمام؟ طيب أول حاجة الإذاء الجسدي. اتفضلي. الإذاء الجسدي عشان ما نتخانقش، إحنا بنضرب إزاي؟ بالقلم، بالشبشب. ايه تاني؟ لا لا، وفي انا سمعت شبشب هنا، صح؟ ماشي، حزام، حلو. ايه تاني؟ الايه؟ بالايد. بالايد، حلو، تمام. مره قاعد مع ولد فبقول له اذكر 5 ادوات للضرب في البيت، قال لي الشبشب، الخرطوم، ايد ماما الشمال، رجل بابا اليمين، تمام. اللي هو حبه وهنوصل بقى، عارفين مرحله الهمبازين والزيت المغلي، ونرجع لعصر الاستشهاد، عارفين انتوا الحاجات ديت. وصلنا لمرحله في الضرب بقت عاليه جدا. ليه؟ هقول لكم على مثل صغير. في بنوتة كانت بتشارك معانا في المشورة، كانت بتقول الآتي. باباها كان جزار، وكان جزار مقتدر شوية، يعني عنده فلوس. فالجزارين عندهم كده في المحل عندهم حاجة بيعلقوا عليها الدبيحة اسمها ايه؟ الجنش، صح؟ اسمها الجنش. فالراجل ده كان عشان أغاني شوية، فكان عنده جنش في المحل وجنش في البيت. شكرا. البنت ده مش البنت بس اللي بتتعلق، ماماها كمان، مامتها كمان. ماما تغلط او البنت تغلط، يوم معلقه فين؟ معلقه على الجنش. عايزين تقنعوني البنت دي هتطلع سويه نفسيا؟ لا طبعا. بالظبط، فعلا هي وصلت لمرحله كده، هي دي دماغه كده. حد يسمع مرض الجذام؟ ايدي دي لو فيها جذام وجيت حطيتها في قلب النار، ايه اللي هيحصل؟ مش هحس، صح؟ وهتفضل ايدي مالها؟ موجوده لحد ما يحصل لها تتحرق. ده اتاري ان الاحساس بالالم نعمة. فلما يجي ابني أو بنتي يقولي لي الكلمة الشهيرة ما وجعتنيش يا بابا، أو جتتي نحست، معنى كده أنه فقد الإحساس بالألم. ودي خطيرة جدا بالذات للبنات، في ضرب البنات. لما البنت توصل لمرحلة ما بقيتش أحس بجسمي وجتتي نحست، تيجي نفس البنت دي اللي تعرضت لإزاء جسدي من صغرها، لما تكبر تتعرض لإزاء جنسي وتحرش، فإيه اللي حصل لها؟ ما تتكلمش. ليه مش بتتكلم؟ لان انا من صغري جسمي ملطشه، جسمي مباح للكل، فلما كبرت انا متعوده على كده. افتكر احدى المشاركات كانت ام بتحكي عن جوزها المدمن، وسط الكلام قالت انه بيضربني، وكملت كلامها عادي خالص. فالمعالج قعد معاها بيقول لها هو انت ليه عديتي كلمه بيضربني دي؟ قالت ايه المشكله؟ ما انا ابويا بيضربني، ولما كبرت اخويا الكبير بقى بيضربني، فما جاتش على الزوج الوحيد اللي انا عايشه معاه انه يضربني. بص، وصل عندها المرحله لدرجه ايه؟ ان بقى جسمها ماله؟ مباح للكل، مباح للكل. مره كنت بتكلم على الموضوع ده في قريه، يعني على الصحراوي، بس بدون ذكر اسماء يعني، وده بجد يعني بدون ذكر اسماء. فالمهم وانا قاعد معاهم بقول لهم يا جماعه الضرب، بلاش الضرب، وخلي بالكم والحاجات دي كلها. ففي ام كده قاعده على حجرها بنتها، فالمهم البنت عماله تتشقى وعايزه تنزل. اول بنت ما نزلت الام لطشتها الم، انا اتوجعت. اول ما لطشتها القلم قالت لي الله عليك يا استاذ كمل كلامك، كلامك حلو. عايز اقول لها الكلام ايه اللي حلو؟ كلامي ده عمال اعرق وعمال اتكلم في كل حاجه، والناس عماله يعني متاثره بكلامي، وهي لطشتها بالقلم اللي هو ايه ده؟ عارفين هي ضربتها ليه؟ لا مش عشان بتتشقى، ضربتها سلوك تكراري. يعني سلوك تكراري؟ انا بكلمكم باللسان، صح؟ هي بتكلم بنتها بايديها، اصحي، كلي، يلا نروح الكنيسه. بصوا سلوك تكرار هي متعوده عليه. والمصيبه الاكتر في الضرب ان انا لما بضرب ابني ويقعد يعيط اقول له ايه؟ ما تعيطش. حتى قدرتي على ان انا اعبر عن المي ووجعي بقيت محروم منها. هتتضرب وانت ساكت، او انت هتتضرب وتعيط كمان، فايه اللي يحصل للولد؟ الولد يجي يطلع من صغره حاسس بايه؟ كبت. طب عايز اعبر عن وجعي، عايز اعبر عن المي، مش هينفع. ومن هنا جت المقوله الشهيره بتاعت، ايوه انا سمعتها، الراجل ما يعيطش. هو الراجل فعلا ما بيعيطش؟ ده الراجل بيعيط وبينوح وبيولول وبيطلع وبيصوت وبيطلع وجعه وبيطلع ألمه. مين أرجل واحد في تاريخ البشرية؟ السيد المسيح. السيد المسيح بكى ولا ما بكاش؟ بكى في عز ألمه على العازر ووجعه، بكى، طلع مشاعره. دي مشاعر طبيعية كلنا بنمر بيها، حاجة طبيعية جدا.
لما بنقعد مع المدمنين بيقولوا لنا الجمله الاتيه، هقولها لكم وعايزكم تتفكروا فيها. يقول لي كده: حجم امراضنا من حجم اسرارنا. يعني ايه؟ تاني: حجم امراضنا من حجم اسرارنا. ايوه، الحاجات اللي عانوا منها بالذات من صغرهم. ماشي ماشي، حلوه صح. كل ما بكتم ايه اللي بيحصل لي؟ اسراري مالها؟ بتزيد. ولما اسراري بتزيد امراضي مالها؟ بتزيد. عشان كده اصعب حاجه ان اعلم ابني انه ما بيتكلمش. علمه انه يتكلم ويعبر عن وجعه ويعبر عن المه. يتكلم، الكلام شفاء، الكلام علاج. قارن بين حالتك النفسيه وانت داخل تعترفي وحالتك النفسيه وانت خارج من قبل الاعتراف. انا داخل عامل ازاي؟ في جبل. وطالع من عند ابونا عامل ازاي؟ عارفين عارفين ده؟ مرتاح صح؟ عمنا صلاح جاهين له بيت شعر حلو قوي انه بيشجع الناس ان هم يتكلموا. يقول لك ايه؟ يقول لك: عينيا شافت مولود على كتف امه، يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول له: يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما تكلمش يا كتر همه، ده اللي ما تكلمش يا كتر همه. ولازم تنهي وعجبي، ما تنسوش وعجب، لازم وعجب، تمام؟ فالكلام حلو، الكلام شفا، تمام؟ مهم قوي. المصيبه الاكثر في الضرب، الولا نضربه الساعه 2 الظهر ونقول له: استنى لما ابوك يجي. ابوه بيجي الساعه كام؟ 11 بالليل. يقعد الولا يا عيني من 2 الظهر ل 11 بالليل مرعوب، اللي هو تعالى اضربني وروح تاني واخلص. المهم ان انا ما اقعدش 9 ساعات منتظر. لما نسمع، عارفين تكه المفاتيح والباب بيتفتح، دي في حد ذاتها رعب. ده اتاري ان البيت المفروض اللي هو المكان الوحيد اللي بحس فيه بالامان بقى مصدر قهر. الله، حلوه الكلمه دي، بقى مصدر قهر وتهديد ورعب ليا. فده في حد ذاته ايذاء نفسي. كلنا متخيلين ان الايذاء الضرب هو بس الايذاء الجسدي، لا، ده في ايذاءات تانية لاولادنا غير الضرب. حته الاكل والشرب والملبس لما احرمه منها، ده ايذاء، ده ايذاء. لما احرم ابني من اكل او ملبس، هدوم يعني، او شرب، كل ده ايذاء. بمناسبه الملبس والهدوم، او احنا زمان لما كنا اهالينا بيشتروا لنا هدوم كنا بنجيبها ليه مقاسات واسعه؟ تكفينا كذا سنه. انتوا لسه بتعملوا كده دلوقتي؟ هي لسه دي موجوده دلوقتي؟ مش موجوده صح؟ طب موجوده صح. لسه موجوده. هحكي لكم على حاجه برضو يعني خاصه بي. زمان وانا في ثالثه ابتدائي كنا بننزل كده نشتري هدوم من العتبه والحتت دي. فالمهم وانا في ثالثه ابتدائي، فالمهم والدتي يعني جابت لي ترنج كده، بس كان واسع شويه، واسع حبتين، تمام، شويتين يعني. فالمهم بقول لها: ماما ده واسع قوي عليا. فقالت لي: حبيبي، ما هو انت السنه الجايه هيدخل فيك يعني. عايز اقول لكم على حاجه، ان ماما طلعت معاش وانا داخل على 40 ولحد النهارده الترنج ده واسع عليا، مش عارف البسه. صدقوني بجد. فلو سمحت اما تجيبوا هدوم لعيالكم هاتوها على قد المقاسات بتاعتهم، وادوا لهم فرصه ان هم يختاروا. هاتوا الهدوم على قد السن، هدوم على قد السن. دي خلاص، دي ده ايذاء. ده اكتشفت دلوقتي انه كان ايذاء نفسي. انا نفسي البس الترنج ده بس مش عارف اعمل ايه. دلوقتي بس في الدكتوره ايريني بتقول في لسه ناس بتعاني من حاجات زي دي، في لسه يعني ناس بتجيب الهدوم كده. لو انت عايز تعمل كده هم بيسمعوا. برافو صح، عشان دي حاجه. برافو عليك، ده حاجه كويسه جدا. ده لو هو عمل كده ده حاجه تطمني انه بيمارس ايه؟ فاكرين دي؟ فاكرين اللزقه؟ بيمارس الاستقلاليه بتاعته، تمام. تصوني مين؟ لو هو مش راضي انا اللي بتحيي. اعتماديه، لازم الاعتماديه تتكسر. لازم الاعتماديه تتفك باي طريقه، فاهماني؟ لا، خليه ينزل مع اصحابه، خليه ينزل مع اصحابه. المهم ان هو يعمل الحاجه بنفسه، تمام. بص انا عايز اوريكم الصوره دي. ممكن ترجعي سلايد كمان واحده. شايفين ايه من الصوره اللي على اليمين دي؟ بصوا الضرب بيوصل لايه. الضرب مش بس ايذاء جسدي، ده ايذاء نفسي كمان. عارفين الدليل على كده ايه؟ لو جبنا طفل صغير لسه مولود وجيت ضربته ضربه صغيره على ايده، بس وانت بتضربه الضربه الصغيره دي انت بتضحك، هيعمل ايه؟ هيضحك. تعالى نفس الطفل اضربه ضربه جامده وانت مكشر، هيعيط. عشان كده الضرب ايذائه جسدي اكتر من نفسي، اكتر منه جسدي. ابنك او بنتك وهو بيتضرب بيقول لك الجملتين دول: يا بابا لو سمحت وانت بتضربني بعدها خدني في حضنك، يا بابا لو سمحت وانت بتضربني ما تضربنيش بالقلم، يا بابا لو سمحت وانت بتضربني ما تضربنيش قدام الناس، يا بابا لو سمحت وانت بتضربني بلاش تشتمني، يا بابا لو سمحت وانت بتضربني خليك حنين عليا بعدها. هو عايز يقول الكلمات دي كلها، بس احنا بنعمل ايه؟ بنضرب، فاهمين؟ طيب الايذاء اللي بعده، الايذاء كمان واحده كمان، الايذاء النفسي. بصوا بقى في الايذاء النفسي احنا هنعمل ايه بقى في الايذاء النفسي؟
هو مين حضر الجمعه اللي فاتت معايا عشان اعرف الاعداد؟ اه طب ما تحرقوش بقى الحاجه اللي جايه دي، يعني خلوا الناس تفكر يعني. تمام. طيب بصوا انا جايب لكم، جايب لكم تفاح. ماشي، جايب لكم تفاح بجد. ايه جايب لكم فعلا تفاح. بصوا اه ده تفاح ايه؟ امريكاني. لا اعلوا صوتكم عشان انا صارف. امريكاني صح. وده تفاح ايه؟ مصري. تمام. تعالوا بقى نعمل كده مشي التخيلي ما بين التفاحه دي والتفاحه دي. التفاحه دي اهي دي عايزينها تقول جمله تبدا بكلمه انا. انا ايه بالنسبه لدي؟ انا شامله. انا ايه؟ انا شامله. انا وحشه صح. سعر دي كام؟ كام كيلو بكام؟ 10. جابوا 15. ماشي فداكم، مش مهم فداكم. ماشي يبقى دي انا ايه؟ لا استنى انا هشيل المايك في الحته دي عشان انا ماشي. حلو. انا ضايع. ايه انا ايه تاني؟ انا سمعت الكلمه هنا. انا ارخص صح. طيب جملة تبدأ بكلمة أنا. أنا إيه؟ أنا أحسن. سعر كام؟ كام؟ 35. جابوا 40. مش ماشي. أنا في الاثنين. أنا أغلى صح؟ أنا أغلى. طيب تمام حلو قوي. طب ركزوا بقى كده وكده. مالها؟ بايظة صح؟ بالظبط. ليه شفنا دي؟ ليه شفنا دي؟ قليلة ورخيصة وملهاش قيمة عشان حطيناها. عايز اسمع كلمة في مقارنة. شكرا. عشان اتحطت في مقارنة مع ايه؟ مع حاجة تانية. ما انا هقول لك بقى على دي، هقول لك بقى على دي. تعرفين التفاح ده بيسموه ايه؟ تفاح الغلابة. ليه تفاح الغلابة؟ لان ثلاث ارباع الشعب المصري بيشتري التفاح ده. ده طبقة معينة اللي بتشتريه مالناش دعوة بيهم. خليها كده على جنب، خليها كده، خلينا في دي. تمام. دي شافت نفسها قليلة ليه؟ لانها اتحطت في مقارنة مع حاجة تانية. دي المشكله اللي بنقع فيها مع اولادنا. هو انت ليه مش بتنجح زي مايكل؟ هو انت ليه مش بتطلع الاول زي فادي؟ ليه مش بتطلع كويس زي كيرو؟ يوم ما بتقارن ابنك بحد انت بتقارنه ها بالحته اللي بتلمع من عنده، اللي بتكت من جانب واحد. عمرك فكرت مايكل ده، مايكل ده اللي انت بتقارن ابنك بيه علاقته بايه؟ بربنا؟ علاقته بايه؟ ببابا ومامته؟ علاقته بايه باصحابه؟ خدت الحته اللي بتلمع من مايكل وقارنت ابني بيها. فطول الوقت بقى ابني عامل ازاي؟ انا رخيص، انا قليل، انا ماليش قيمه. لو انا حطيت الاثنين دولت قدامكم دلوقتي هتاكلوا انهم؟ المصري. يعني المصري له قيمه؟ لا ردوا عليا، له قيمه؟ محبوب، مقبول، عليه الطلب. ولادنا لو ما تقارنش، ولادنا كلهم محبوبين ومقبولين. بس المشكله في انا ان انا عمال بحطه في مقارنه مع الناس اللي حواليه. هقول لكم على حاجه صعبه واستحملوني معلش. المقارنه بتوصل له رساله انت مش متشاف. وطالما انا مش متشاف هروح لسلوكيات ادمانيه واستشله صحاب عشان اكون متشاف وظاهر وسطيهم. لان انتوا مش شايفيني. انتوا شايفين مين؟ شايفين مايكل وكيرو وفادي اللي احسن مني. حد فاكر يوسف بطرس غالي؟ يوسف بطرس غالي كان بيحكي كده القصه دي. كان بيقول وانا في الثانويه العامه كنت طالع السبعه الجمهوريه. فانا طالع السبعه الجمهوريه ومبسوط قوي وفرحان. رجع لبابا ابويا بقول له يابا انا طلعت السبعه الجمهوريه. تخيل ابويا يقول له ايه؟ طلعت السابع. يعني معنى كده في سته احسن منك. ده اتاري ان الاهالي لما بتيجي تقارن مش بس بتقارن في الفشل لما يكون ابني فاشل، ده ممكن يكون ابني السبعه الجمهوريه واحطه في مقارنه مع حد تاني. ده طلع اللي هو موضوع ضاق. ده ابني عارفين يعني السبعه على 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 جمهوريه مصر العربيه، ورغم كده اتحط في مقارنه. بتوصل له رسالة أنت مش متشاف أو أنت فاشل. عشان كده المقارنة بتبقى صعبة جدا. السيدات الفضليات اللي معانا، لو دخل على حضرتك جوزك دلوقتي قال لك أنت ليه مش بتلبسي حلو زي سعاد جارتنا؟ ليه أكلك مش حلو زي سعاد جارتنا؟ ليه مش بتهتم بالعيال زي سعاد جارتنا؟ شكلك إيه قدام نفسك وشكلك إيه قدام سعاد؟ هتكره سعاد. الإحساس اللي وصل لكم دلوقتي ناحية سعاد، ودينا ناس كبار وناضجين وناضجين، هو نفس الاحساس اللي عيالنا الصغيرين مالهم بيحسوا بيهم. بس يمكن احنا عندنا حته نضج شويه، هنعرف نتعامل مع سعاد بطريقه الطف. عيالنا ما عندهمش النضج ده. النضج ده انه لما يتحط في مقارنه مع مايكل ولا فادي احساسه ناحيته معاه بيعمل ازاي؟ بكرههم. فاهمين الفكره؟ فالمقارنه خطر جدا. المقارنه بتوصل فكره صعبه لاولادنا ان انتوا مش شايفينك، انت مش موجود. تمام. طيب اللي بعده. لا اللي بيه على طول. في جمله كمان اتفضلي. حاضر. طب ممكن اخلي اسئله في الاخر عشان اخلص اللي عندي وانا هقعد معاكم واسمعكم. انا مطول معاكم. تمام. طيب الجمله دي ايه رايكم في جمله بيكبر قبل فوات الاوان؟
ابني بيكبر، ابني كبر قبل فوات الاوان، قبل قبل الاوان. ابني كبر قبل الاوان، يعني بيتكلم في حاجات اكبر من سنه، بيتكلم في حاجات اكبر من سنه. ايه تاني؟ ده لعل انه مخه كبير. جسمه ماشي. ايوه اه مسؤوليه، برافو عليك، برافو عليك يا تصوني، اديته مسؤوليه اكبر من سنه. طب ايه المشكله لما ادي لابني مسؤوليه اكبر من سنه؟ ممكن يحس بالدنيا مش عارف يتصرف على قد، صح، مش هيعيش حياته. عارفين عامل زي ايه؟ عارفين لما اجي العيل في ابتدائي واقعد اكله علشان يبقى في اعدادي، ايه اللي بيحصل له؟ انت كده بتورمه، تخمه، بتعمل له تخمه. ابني معش سنه، وطالما معش سنه لما هيكبر هيمر بمرحلة مراهقة تانية اسمها المراهقة التانية، اللي اسمها متأخرة أو أزمة منتصف العمر. ليه؟ لأن أنا من صغري ما عشتش طفولتي، ما حدش حس بيا. طب أنا كبرت بقى عندي 70 سنة عايز أتجوز تاني، عندي 70 سنة وتلاقيه بيشيت مع بنات، ليه؟ ما عاش طفولته، ما عاش سن بتاعه، لأن عمال بديله. زي الناس اللي بتروح الجيم، رايح متعود على 40 كيلو، دخلت مرة كده شلت 100 كيلو، اللي هيحصل للعضلة؟ هتتدمر. زي ما العضلة بتتدمر نفسية عيالنا بتتدمر، زي ما جسمنا ده بيزرق من الضرب نفسيتهم كمان بتزرق، نفسيتهم كمان بتزرق. تمام؟ فخلي بالكم من الحاجات دي. طيب اللي بعده، الإزاي الجنسي. هنا كملي، ازاي ولادنا في سن المراهقة ممكن يتعرضوا لإزاءات جنسية؟ والموضوع ده يعني مهم جدا، مهم جدا جدا. حتة اتفضلي يا تسون، حد ايه ما بيتكلمش معانا، بيخاف يتكلم، فلو تعرض لاي حاجه. برافو عليكي، صح، بيخاف يتكلم معانا، ولما بيخاف يتكلم معانا يتعرض لحاجات تانية. اول ما ابني يجي يسالني سؤال عن معلومه جنسيه، بابا وماما بيعملوا ايه؟ ما بيعرفوش يردوا. فيعمل ايه؟ هيروح لحاجتين. اول واحده صحابه، والحاجه الثانيه النت. وكلنا عارفين النت هيطلع له ايه، كلنا عارفين المواقع اللي هتطلع من النت. ويروح لاصحابه، صحابه بقى يعملوا ايه؟ صحابه معلوماتهم زي معلوماته بالظبط. فاللي انا هقوله ده يعني الرجاله اللي معانا هم اللي يفهموه، فالسيدات تسد ودنها. تمام؟ واحنا في اعدادي، مش في اعدادي قوي يعني، واحنا في ابتدائي كان دايما كده في واحد في الشله يجي يقول لك ايه، يا رجاله ده بيقول لك في درس اسمه درس التكاثر هناخده السنه الجايه، ويقعد الواد ده مهيئ نفسه ومكرس حياته ومكرس دنيته كلها لدرس التكاثر. حبيبي عندك عربي؟ لا انا مستني درس التكاثر. عندك انجليزي ذاكرها؟ لا انا مستني درس التكاثر. وتيجي السنه اللي بعدها سبحان الله درس التكاثر اتلغى، ما ياخدوش. بص لدرجه ايه؟ ليه هو بيعمل كده؟ لان انا يوم ما رحت لبابا وماما اسالهم ايه اللي حصل ما جاوبنيش، فلما ما لقيتش الاجابه بقى عندي كده اوهام كده بقى، وتلاقي رابط لك التكاثر بالسفر، انه بعدها بيسافروا. هو سمع ان هم بعد الفرح بيروحوا مثلا يسافروا هاني مون، فهو ربط التكاثر بالسفر. بصوا المعلومات بقت داخله ازاي في بعض. كنت في مره في توعيه كده، حمله توعيه لاولاد في ثانوي في مدرسه من المدارس يعني. فالمهم رحت المدرسه ديت، كانت عن الحمله، كانت عن اضرار العاده السريه للولاد. فالمهم رحت المدرسه فلقيت المدير هناك بيرحب بيا، بس كان معاه مدرس كبير في السن كان رافض وجودي. سلام يا ابونا، ازيك؟ كان رافض وجودي، قال لي لا انا مش عايزين نتكلم مع الولاد في الحاجات دي ولا نفتح دماغهم في الحاجات دي خالص. تمام؟ فقلت له طب اديني فرصتي ادخل لهم وما تقلقش. قال لي لا ومش عارف ايه. المهم بعد محاولات مضنيه دخلنا للولاد وابتديت اتكلم معاهم. قلت لهم يا اولاد يعني ايه رايكم في العاده السريه واضرارها؟ قالوا لي يا استاذ احنا مش بنعمل الموضوع ده خالص، وعارفين ان العاده السريه بتضعف النظر. واحد تاني يقول لي العاده السريه بتضعف الركب. قلت لهم برافو عليكم، كل اللي قلتوه صح. واضيف على اللي انتوا قلتوه حاجه كمان، ان العاده اللي بيعمل العاده السريه بيطلع له شعر ما بين صوابعه. لقيت لك الفصل كله بيعمل كده، ولقيت لك المدرس اللي رافض وجودي بيعمل كده ونزل ايده فجاه. بص لدرجة ايه؟ بص احنا عاملين بنعمل ايه؟ عاملين بندفن راسنا في قلب الايه؟ في قلب التراب. عندنا مشكلة، بس احنا بنعمل ايه؟ لا، احنا ما عندناش مشكلة، احنا كويسين، احنا زي الفل. بن ايه؟ بالظبط، بننكرها، بالظبط، حتة الإنكار، رغم إن المشكلة موجودة، بس ايه؟ لا، احنا تمام. عشان كده تفضل المشكلة مالها؟ عمالة بتكبر. تمام؟ طيب. لا دي عديها بقى، احنا يعني اتكلمنا فيها ايه شوية. طيب، حاجة كمان في الإزاءات الروحيه. ايه هي الإزاءات الروحيه؟ ربنا هيزعل منك. الكلمه المشهوره اللي بتتقال في الخدمه، ها، اقعد ساكت علشان بابا يسوع ما يزعلش منك، اقعد ساكت يا حبيبي علشان بابا يسوع ايه ما يودكش النار. ارتبط مفهوم
ان بابا يسوع بالظبط يا جماعه، عايزين ندي صوره لربنا الحنين الرحوم، ان ربنا حتى مهما غلطنا هو قابلنا، حتى مهما غلطنا في حياتنا هو قابلك وعايزك وبيحبك. ربنا قال ايه؟ احبنا ونحن خطاه. فالفكره ان انا لازم ادي المفهوم ده لابني او بنتي. انا كل شويه عمال بقول له ايه، يجي كده يقول اقعد ساكت عشان ربنا يحبك، وترنيمه تانية يقول له ايه، ان انت خاطي. فالولد هيحصل له ايه؟ حول، عارفين ان هو انا متلخبط، هو ربنا مين فيهم؟ فنديله صوره مشوهه عن ربنا. دايما ادي صوره حلوه للاب الحنين الرحوم اللي بيحبنا. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ العلاج بقى في الاخر، العلاج في اربعه ح. ايه الاربعه ح دول؟ حب، ده اول حاجه. ايه تاني؟ حنان، صح. حضن، مين قال حضن؟ برافو يا تصوني، حضن، هنتكلم عن حضن ده، برافو. ايه تاني؟ حماية. انتوا محضرين الموضوع معايا صح. الله ينور. اربعه ح. بصوا كده، بصوا كده، زي ما انت قلت، حضن، حوار، حمايه، حزن. تعالوا نبدا بالحزن. الحزن ازاي معبني؟ بدربه على كلمه لا. اللي بعده، بدربه على كلمه لا. ليه بدربه على كلمه لا؟ لان كلمه لا لما بتتقال لعيالنا بيحصل عندهم كده حاجه اسمها التاديب الذاتي. يعني ايه التاديب الذاتي؟ لما اتقال لي لا في طفولتي، فلما كبرت بقيت اقول لا للمخدرات، اقول لا للجنس، اقول لا للعلاقات الغلط، اقول لا لاي حاجه مؤذيه في حياتي، لان اتربيت ان انا اتقال لي لا. فعارفين الضمير بقى عندي ضمير كده يتقال لي فيه ايه؟ يتقال لي فيه لا. تمام. الحاجه الثانيه الحضن. هلعب معاك لعبه. يلا. ماشي. طيب ممكن تيجي؟ هتعرفك معلش. لا بس لازم اعملها مع ولد. يلا بينا. بص هات لي اشرب. عينيا. خليك لا استنى، هات لي اشرب. حاضر. تمام شكرا. اتفضل. ايه الفرق ما بين الحركه الاولى والحركه الثانيه؟ الاولى ايه والثانيه ايه؟ الاولى ايه؟ امر. والثانيه ايه؟ رجاء، حنيه. على فكره انا ما غيرتش الجمله، هي هات لي اشرب في الاول، هي هات لي اشرب في الثانيه، بس انت هتنفذ انهي اوردر؟ الثاني. الثاني، لان ايه؟ كان في طبطبه، صح؟ الطبطبه اللي هي بالمفهوم الواسع الحضن. ممكن اقول لكم على جمله تحفظوها، لو نسيتوا اي حاجه من المحاضره النهارده احفظوا الجمله اللي هقولها دي. الحضن يساوي 100 كلمه انا بحبك. ثاني، الحضن يساوي 100 كلمه انا بحبك. ممكن تقولوها معايا؟ الحضن يساوي 100 كلمه انا بحبك. الحضن الواحد ده بيوصل رساله حب لاولادنا، حب وحنان. ده اثر ان الحضن ده مشكلتنا بقى مع اولادنا ايه؟ الواد كبر ما ينفعش احضنه، البنت كبرت مش بتتحضن، احضنيها قبل ما تتحضن بره، قبل ما تتحضن من حد بره. هقول لك ليه بيرفض يتحضن، بس احكي لكم على القصه دي الاول. كان في مشاركه البنت كانت جايه تتكلم معانا يعني، فبتقول ايه؟ بتقول انا بابا مسافر وفرحانه قوي انه مسافر ويغيب عننا 3 شهور. فانا استغربت قوي من الجمله، هو يعني ايه اللي يفرح في كده؟ قالت لي حاجه غريبه، قالت لي انا بابا عمره ما حضنني، وطالما هيسافر فانا كده ضمنت حضنين، حضن وانا بوصله في المطار وحضن وانا بستقبله. صعب. هقول لك على الاصعب. الاصعب ان باباها خذلها في المرتين، ما رضاش يحضنها، ما تربتش انها تتحضن. فالبنت دي لما يجي لها سواق توك توك على وشه ودبان ويقول لها اي كلمتين تافهين، ايه اللي هيحصل؟ هتروح، لانها اتحرمت من الحته دي. ده الحضن، ده اتاري ان الحضن ده، انتوا عارفين احنا في الشتاء بنتدفى بايه؟ بالبطانيه. البطانيه دفى لجسمنا، الحضن دفى لنفسنا ومشاعرهم، لنفسهم ومشاعرهم. بدفي عيالي بالحضن. ده اتاري ان الحضن ده بنعوزه من دي 1. عارفين الدليل على كده ايه؟ الام وهي داخله بتولد، اول ما بتولد اول حاجه بتطلبها من الدكتور ايه؟ تحضن ابنها. ده اتاري ان الحضن الاولاني ده اول احساس للابن بيحس بوجوده، بيحس انه مختلف. عارفين ليه؟ درجه حراره جلده مختلفه عن درجه حراره الام، فبيحس ان انا متفرد ومتميز. حتى الناس الكبيره اللي كنت مره بتفرج على فيديو كده على اليوتيوب لدار مسنين في امريكا، دار مسنين بيصحوهم ازاي؟ يجوا كده على الست الكبيره وهي نايمه، يعملوها ازاي؟ عارفين دي؟ عارفين انتوا الحركه دي؟ فطبعا انا اول ما شفت الفيديو جه في دماغي كده فلاش باك، بدل ما بيصحونا كده كانوا بيصحونا كده. هي نفس الايد، بس بدل كده هي بالظبط. فالحضن احتياج. واكتر لحظه عيالنا بيبقوا محتاجين فيها الحضن يوم ما بيجيب درجه وحشه،
بيبقى راجع من المدرسه بيعيط ومش بيعيط عشان الدرجه الوحشه. عارفين بيعيط ليه؟ عشان رد فعل بابا وماما معاه هيبقى عامل ازاي. ارجوكم في اللحظه دي احضنه وطبطب وادوله الامان، وبعد كده عاقب. يعني كل العقبات اللي احنا العقوبات والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ووسائل التاديب اعملها، بس في اللحظه دي احضن وطبطب اديله الامان. تمام. طيب عشان كده تاني حاجه الاحساس بالايه، حته الحضن. طيب تالت حاجه حوار. حد بيعرف الماني؟ لسه هقول دي الماني. صح سلوبادش. حد دارس؟ حد يعرف الماني؟ طيب هو انا كمان ما اعرفش الماني، بس يعني لا تفكروا ان انا جايبه، لا انا ما اعرفش الماني، انا جايبه من على النت. الكلمه دي معناها ايه؟ بحبك. صح مين قال؟ برافو يا تصوني. بحبك. انا طول الكلمه عمال اقول لكم سلوبادش سلوبادش سلوبادش. حد فهم مني حاجه؟ رغم ان انا بقول لكم بحبكم، بس ليه الرساله ما وصلتش؟ عشان بتكلم لغه مش بتاعتكم. مشكلتنا مع اولادنا ان احنا ساعات بنحبهم بطريقتنا احنا وبلغتنا احنا. يعني ايه؟ ابني لغه الحب بتاعته حضن، فانا كل ما بزعله اروح اجيب له اكل. هو كده تصالح؟ لا ما تصالحش، لان دي مش اللغه بتاعته. زي الام مثلا عملت كل يوم تعمل له احسن اكل، عملت تعمل له حمام حمام حمام. هو مش بيحب الحمام، هو بيحب فول. لو ما لقاش الفول في البيت هيعمل ايه؟ هيروح ياكله من بره، هيدور على الفول بره، لان انت بتحبني بس مش دي اللغه بتاعتي. فخلي بالكم ايه لغه الحب بتاعت ابني. واكتر حاجه بتحسسنا بالحوار، حد فاكر الطبليه؟ فاكر الطبليه؟ زمان كان الناس تقعد على الطبليه ويحصل حوار بينهم. النهارده احنا ما بقاش عندنا ده. ليه؟ لان بقى في كده جهاز في جيبنا. ايه اللي بيحصل؟ بابا واخد الجهاز وداخل الجزيره بتاعته، وماما واخده جهاز الموبايل وداخله الجزيره بتاعتها، وعيالي واخدين الموبايل وداخلين الجزيره بتاعتهم. فبقينا في البيت الواحد جزر منعزله بسبب الموبايل. ما بقاش فيه حوار ولا لغه مشتركه بيننا وبين بعض. مره ولد جه يزور بابا عندنا في الشغل. فالولد بصنصريب جميل قوي وحلو ومتعلم كويس وبياخد كورسات والحاجات دي، فكنت مبسوط بيه. جه بابا بيعرفنا عليه، بيقول لي اعرفك بفلان ابني بيدرس وكده. فبيقول لي هو الاب، يعني بيقول لي فلان ابني بيدرس في ثالثه كليه اداب. فلقيت الولد عمال يزغد ابوه، يا بابا. فبقول له يا ابني في ايه؟ قال له بابا انا في ثالثه كليه تجاره. فانا اتحركت للواد، يعني انت دفعت له مصاريف اولى وثانيه وثالثه وما عرفتش انك في كليه اداب. فلقيت الاب بيقول لي ايه؟ بيقول لي معلش انا اتلخبطت بينه وبين اخوه. فالولد عمال يزغد لباباه، يا بابا انا خايف ثانويه عامه. فعايز اقول له انت عايش معاهم ولا عايش في شقه ثانيه؟ انا خفت اساله مراتك بتشتغل ايه؟ لا يقول لي حاجه ثالثه خالص. فالفكره في ايه؟ بصوا ما بقاش في حوار بيننا وبين ما بين ولادنا، ما بقاش في لغه مشتركه بيننا. واكتر حاجه تقطع الحوار بيننا وبينهم، هقول لكم على حاجه. بصوا ركزوا. انت ضايقتني النهارده. انت النهارده كل شويه بتعمل حاجه غلط. حد خد باله من لا حسيت بايه؟ كلامه كده رصاص صح. بيسموها الاي مسج. يعني ايه الاي مسج؟ كل شويه انا بتهمك. عارفين الصبع ده؟ اتهام اتهام اتهام. وانت بتتهم ابنك وبتوجه له الكلام بالصبع ده، افتكر زي ما بتوجه له اتهام بالصابع في ثلاث صوابع بيشاوروا عليا. يعني زي ما انت غلطان يا ابني، انا كمان في ثلاثه بيشاوروا عليا اهو، بيقولوا ان في غلط من ناحيتي انا كمان. يعني في غلط مني كاب كتقصير ناحيتك، وان انا مش عارف اديك معلومه او اربي صح. فخلي بالكم اللغه دي من الحاجات اللي بتقطع الحوار بيننا وبين ولادنا، بتدمر اي حوار. تمام. فحلو قوي يبقى في حوار، حلو قوي يبقى في لغه مشتركه. عارفين في مهرجان الكرازه حلو قوي يفرق مع اولادنا ان هم بيتعلموا في مهرجان الكرازه ان انا كاب او كام اذاكر معاه، بتفرق معاه قوي دي. عشان كده عايز اقول لكم على حاجه. ايه رايكم في منهج وزاره التربيه والتعليم؟ اقول معانا ايوه فاهم تمام. ليه؟ ايوه تلقين صح، حفظ. مشكلتنا مع اولادنا ان احنا ساعات بنعمل زي منهج وزاره التربيه والتعليم، تلقين، صاحب وما تصاحبش، روح وما تروحش، كل وما تاكلش. بقى الموضوع تلقين. ولادنا عايزين تكوين مش تلقين، عايزين اقناع مش اقماع. تاني، عايزين اقناع مش اقماع، عايزين تكوين مش تلقين. فخلي بالكم من في وسائل كده بتهد الحوار بيني وبين ولادي. تمام. طيب بصوا كده الحمايه. انا بعمل حمايه ازاي مع ولادي؟ هقولها لكم في السلايد اللي بعده. اللي بعده. قولوا لي ثلاث صفات حلوه في الحرامي. حلوه. جريء ذكي خفيف. بسم الله عليك والله ينور. كملوا. حلو. يعني انا مبسوط ان انتوا يعني حلو. ايه تاني؟ سريع. الله حلو.
تمام؟ برافو صح. انا طلبت منكم كام صفه؟ 3. لو الوقت يسمح هنطلع اكتر من كده. ما انا ما ينفعش اقول كده. صح. احنا عينينا كانت ايجابيه قوي مع مين؟ مع الحرامي. هو في الاول والاخر حرامي، بس عينيا عرفت تطلع منه صفات حلوه. لنفس العين اللي طلعت في الحرامي صفات حلوه، بتيجي نفس العين مع اولادي وتطلع الحاجات الوحشه. عيني دايما بتلقط الوحش اللي فيهم. فبقى الولد طول الوقت انا مفيش حاجه عدله، انا مش مميز، انا 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 بلا قيمه. هقول لكم على حاجه، انا عندي 1,000,000 جنيه في البنك، ده مثل، ده مثل مش عشان بس عشان لقيت فيه عيون كده نظرت، ده مثال توضيحي بوضح حاجه. انا عندي 1,000,000 جنيه في البنك تمام، ومعرفش ان انا عندي الفلوس دي وماشي عمال استلف من الناس. المشكله في مين؟ ان انا معرفش ولا انا عمال استلف. انا معرفش ان عندي امكانيات وعندي مواهب وعمال استلف من الناس. اتذكر في مره كنا عاملين حفله هنا في المسرح لخدمه ذو احتياجات خاصه، والولد من ولادنا طلع على المسرح قال شعر وقال قصيده حلوه وقال ترانيم مع ابونا مكاريوس، والولد كان ممتاز. انا فاكر لحد النهارده الام وهي طالعه من الباب هنا قالت لي انا فخوره ان ابني ذو احتياجات خاصه. بصوا لدرجه ايه فخوره ان ابنها كده، لان عرفت تطلع في ابنها حاجات حلوه. ويمكن تصونوا فيوليت معانا في الموضوع ده وعارفه الاهالي بتتعامل مع اولادهم ازاي. فالفكره ان احنا دورنا نطلع في اولادنا حاجات حلوه، نخليهم عينيهم تطلع الحلو اللي فيهم. تمام. طيب بصوا كده اللي بعده. هلعب معاكم لعبه اخيره قبل ما اخلص، انا كده قربت اخلص يعني. حد يعرف يحل دي في ظرف 5 ثواني؟ 15. ايه 15؟ برافو عليك، اجابه غلط. لا 15 على كام عدد العربيات؟ صح كام؟ لا انت قربتي. 3. ايوه صح، برافو عليكي. 3 صح. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا تفكيركم راح فين؟ صح. انتوا عارفين تفكيركم راح فين؟ نجمع. عارفين ليه؟ عشان في جمله بتقول اسمع للفهم وليس للرد. اسمع ابنك عشان تفهمه مش عشان ترد. مشكلتنا لما اولادنا بيجوا يتكلموا معانا والولد يعني مخنوق ومتضايق ونبره صوته عليت شويه، فانا بعمل ايه؟ وهو بيتكلم انا عمال بحضر كلام في دماغي هرد عليه اقول ايه اقول له ايه. فعشان كده لما يجي يتكلم معاك لما يعني بيعيط او موجوع ما تسمعش صوت، اسمع اللي ورا الكلام. ايه اللي ورا الكلام؟ جواه احساس واحتياج انه يتسدد، جواه وجع، جواه الم محتاج حد يسمعه. عارفين المراه في غرفه الولاده وهي داخله تولد بتعمل ايه؟ بتصرخ. وبتعمل ايه مع الدكتور؟ تقعد تزعل الدكتور صح؟ هو الدكتور لو سمع زعيق المرأة وهي داخلة تولد هيعمل ايه؟ هيسيبها ويمشي. لكن هو مش بيسمع زعيق، عارفه بيسمع ايه؟ بيسمع ألمها، بيسمع وجعها. نفس الكلام، اسمع وجع ابنك وألمه، ما تسمعش لمجرد الصوت اللي بيطلع منه. هتفرق جدا معاه دي، ان انا اتشفت من جوه. تمام؟ طيب اللي بعده. انا كده خلصت، بس عايز انهي معاكم بجمله اللي انا بقولها دايما في كل حته، الاربعه ح اللي هم ايه؟ حب، حنان، حضن، حوار، وحمايه. ده احنا ممكن نزود بره، ده انت قلت حاجات زياده، حمايه، حزم، حدود، كل الحاجات دي مع اولادنا. عشان كده اخر جمله اللي نفسي تقولها معايا، الحضن يساوي 100 كلمه انا بحبك. تاني، الحضن يساوي 100 كلمه انا بحبك. انا بشكركم جدا وارى ما كنتش طولت عليكم. شكرا. هاي الشكر. شكرا. ممكن لو في اسئله انا معاكم، انا متواجد. اتفضلي يا تسون. لدرجه ان هو بيغلس على اخوه، يعطله، يغلس علينا. طيب حلو قوي. احنا بقينا نقول انت مستفز، هو بقى مقتنع انا مستفز، بقى ماشي بالنظام ده. احنا نتصرف معاه ازاي؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. حضرتك كده حكيت له القصه من وجهه نظر حضرتك صح؟ المشكله بقى ان احنا لما بنقعد مع الولاد دي بنسمع قصه ثانيه خالص. عارفه ايه؟ انا بستفزهم علشان 1 2 3 بالظبط. ممكن يكون لفت انتباه، ممكن احتياج لقبول، احتياج لحب، احتياج لحنان. في احتياجات عند الولد بتبقى مش مسدده. دوري اعمل ايه بقى؟ حبيبي لغه الحوار اللي بيننا ايه؟ طب انت ايه ناقصك؟ ايه اللي انت اللي عايز نعمله لك؟ فلغه الحوار والارضيه المشتركه اللي بيني وبينه ديت هتخليني بدل ما ابص على السلوك اللي هو الاستفزاز، اللي هو السلوك الاستفزازي، هبص على الدوافع. انت ليه بتعمل كده؟ ولما اعالج الجدر السلوك ده هيتصلح. بس اعرف الاسباب، لان الاسباب دي بتفرق جدا في حته ان انا اتكلم معاه. تمام؟
اي سؤال تاني؟ ماشي اتفضل يا بونا.